اخر لفه، اخر لفه، اخر اخر لفه وعد والله. ها ميلي كريم بتخاف أيوة. من اللي هي تكبر؟ لا كلنا هنكبر، ده شيء عادي. عملتي كام عمليه تجميل لحد دلوقتي؟ لا عمري ما عملت عمليه تجميل. هتعمليها امتى؟ هعملها امتى؟ والله لما احس ان انا فعلا عايزه اعملها. يعني انا اعتقادي عمليات التجميل والواحد عايز يحسن من شكله ده بيبقى لتحسين نفسيتك يعني. وبفهم ده جدا، ممكن يكون في ناس بتبقى شايفه في حاجه معينه عايزه تصلحها في وشها عشان يحسوا بالثقه. بس انا بالنسبه لي مش هقول لك عمري ما هعملها، بس ما اعرفش امتى، وممكن ما اعملهاش، ما اعرفش.